اتكلمت عن من يحب الرب يؤدبه، طب اللي ما يحبوش دولاد اللي عليك لك مدعوين. روسيا حبت عينا ربنا بيحبه وبيطلع له من نور من الإستر تشيرش God love you Russia. طب امال ايه النار اللي نزلت؟ انت سبت ظهر ابراهيم ليه؟ ما سندتوش ليه؟ support ابراهيم please Russia. طيب ايه اللي بيحصل؟ مؤامرة، عايزين يمسح المسلمين من على وش الارض، بيقولوا ان هما كانوا بيعبدوا شياطين، يرجع تاني بات شياطين. عمل شياطين دول مين؟ مخازن القوات المسلحة في مصر، ياسر ابو يباص القذافي، نكتب المسلمين الكفرة. الكافر هو الذي يقول انه لا يوجد الله، اللي بيقول هضرب على ربنا صاروخ كاتيوش عشان ما يكبش تراب. طب ربنا بيكب جمر نار، تقول يا رب طب هو انت يا رب اللي تحب تنزل عليه نار من السماء؟ عشان يأدب، عشان الناس تبقى كويسة، عشان الناس اللي في حبة عينه ما يبعدوش عنه. الأب لما يلاقي ابنه هيمشي بعيد تخبط عربيته تعالى ويروح ملطشه، لكن لو واحد زبالة بقى ومجرف يسيبه ويقول له عربية يعني يعمل له ايه؟ ده معرفوش، ده ابن ناس زبالة زبل البشر. ربنا يقول زبل البشر، انا هطلع واكفي للباي يا عزيز ونعمل عملية ترابية وحماس والحرس. انا حطيت لكم العرس اللي فيها الاجهزه التجسس اللي المفروض ان هي معطاه عشان نمسك بيها الارهابيين، حكومتي ارهابيه، كيف يقوموا بالعمليات الارهابيه؟ زواني سفاره باكستان، زواني اليمن، وانتم شايفين بيعملوا في اليمن. لماذا تقاعس المسلمين عن دينهم؟ انا بقول لمصر هات الارهابيين، ما جابتش مش هقوم اضربها، هبعت اعمل ايه؟ اخد عن طريق ناس بالتاجير. يعني اقول على كلمة تاني، كنت دايما بقرا كلمة في الانجيل واجفف يا مصر كل انهارك، كل انهارك. احنا عندنا البحر اليوسفي والمتوسط والاحمر، لما هو ده النهر واحد؟ لما النهر نشف من اثيوبيا اخدنا من السودان من النهر التاني، وعمالين نخرم احنا والرب يتعاقب مصر. هجفف وهخلي الدم يملى نهرك بدمكم، دمكم اللي صار عدوي صرتوا اعدائي بشروركم. انت بتسرق عشان مرتك وعيالك، تعالى موت لك مرتك وعيالك سهله. لا يقول لك اتصالح مع الشيطان، طب اتصالح مع الشيطان ربنا يعمل معاك ايه؟ تمام ايه يا رب؟ اليوم تاخذ زوجتك واولادك منك واقتل كل اولادك، يتجيت له قدامك وريني انت خدت ايه. مصلحة الإنسان مش مع الشيطان، مع ربنا. يا معمارات كبيرة بتتهد ودلتا النيل هتبقى 7 أرداف مش بس دمياط ورشيد. الكلام ده مش تهريج، الكلام ده بتحس لما ننزل من فوق وندوس على الأرض، نحس الأرض تقيلة مسكينة بشدة. في إيه؟ ال 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 إحنا خلاص عمالين يجيبوا براكين في دلتا النيل وفرع دمياط ورشيد والميه بتاعه بتغرق. مره اتنطط على البابا بتاع امن الدوله وقال له روح قول ان السعوديه واليمن دي مش من اشور، دي بتاعت ايران. وقال هي مش من اشور، ماشي يا رب، ربنا موجعه. طب وايه تاني؟ طب الكلاب ما جالوش ان هو فضل مرمي في الارض للصبح، خايف ليه منهم؟ ربنا يكسر رقبتهم، ده ترموا على ايد الارهابيين وعلى ايد حماس اشر راميه من فوق. ويتعلم الادب؟ لا، رجعوا تاني لجرفهم زي الخنزير. ربنا جه في 2003 ساعة ما قالوا له اتنطط عليه وقول 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 يا سيدي تتجسس علينا بقرا ايه في الانجيل، ودخلت ظهرت في الاندرويد. مش يرجع ربنا، لا، راح ربنا مسك حضرة متعال من فوق ومن تحت. في ايه؟ ما اصل انا ساكت 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 وانت قلت ربنا بعيد ما بيعملش حاجة، ده انا كسار، ده انا بطحكوا، الرب افترس فلا منجي. اما شعبه بيقول كده، اما الناس الزباله تعمل ايه؟ زباله، اخ يا رب ايه ده؟ ده انت خلقتني على صورتك ومثالك، ليه بتقول الناس دي زباله؟ عشان ربنا قال لي ايه؟ هوريهم لك عشان تبطل تصلي عشانهم تاني. ولا حد فينا احن على حد من ربنا. كان مره في واد امه وابوه ارهابيين جيراني، وانا ما بكلمهمش، جيت معاهم يعني
درجتهم قذرة، ما عايزين ان انا مش ما اشوفش العملية الارهابية اللي بيعملوها زي العملية بتاع امبارح، عملية اللي عملوها في امريكا هم وحماس، والاسم حماس جاي تعمل سلام. في ناس كتير بتعمل سلام، لكن في ناس بتختفي تحت ذروة السلام وتعمل تحتيه بلاوي وعلاقات وبيوت دعارة في اوروبا في امريكا في السعودية في الكويت. ما علينا، المهم ان في خديعة. عشان يكون في سلام لازم يكون على نور وعلى نظافة وعلى حج ربنا. لو ما عطيتوش حج ربنا هو هيعمل. فاكرين الخنازير في مصر لما ما قتلناش الخنازير وفضلنا مننا خنازير؟ انا لا، ايه اللي حصل؟ جاب انفلونزا خنازير. مصر ما بتوديناش القدس زكريا 14، زكريا 14 رجاء حار لحكومة اسرائيل اي مملكة يهوذا، بليز بلاش اللي انتوا بانينه شارك حاجه من الاتنين، يا تقطعوه بالشنيور وتاخدوه على مكان تاني، يا اما جحدوا في السامره الزانيه او لصلاح الدين. الحزين هياخدوا المسجد الاقصى، بس ما تخافوش ربنا هيغفر حشاكو شرق وغرب، وراح زي حزاز الستاره وهيهد على راسهم، يروح يعمل السعد الاكبر في المسجد الاقصى ولده بتاع صلاح الدين وخليه ينفعهم. اما انتوا افتكروا كويس ربنا قال ايه؟ ربنا بيعمل ايه عشان خاطركم؟ وابراهيم ده ابن اسم ابن اسرائيل زي مملكة يهوذا. ترجع امريكا لما تلموا كلهم عليه، انتوا الوحيدين اللي واقفين انتوا وروسيا والصين معايا. جت لما روسيا مشت وقعدت ظهرها وخافت على نفسها، قال خاف على نفسك طب النار ارجع وعمل لهم صليب. صليب يعني انا حميكم. لما نزل نار ما نزلش نار كده، نار وحاجه كده كانت معديه، صليب. انا اللي بحمي، انا اللي بحمي. لو فقتوني النار، والشيطان عمره ما بيحمي، بالعكس الشيطان عايز الناس اللي بتعبده تفضل معاه الى الهاويه الى الهلاك. لعنات لبركات الشرير لا ينام ولا يغمض ولا يفل الا اذا صنع الشر. انت بتعمل بنو منازلهم بالدماء، طب تعالى لي بقى اطلع لي بره وانا هوري لك انت بتعمل ايه. لا، ده احنا حرقنا مخازن القوات المسلحه عشان نخفي الجرايم، واحنا بنعمل وبنقتل مسلمين كفر 42 سنه امام مخابين، نطلعهم مزارات ونعدي السلاح من بورسعيد، سلاح والحنفازه ومرار طافح، والناس مش عايزه تفهم. السلام اذا لم يبنى على الله ملك السلام لا يكون سلام. بلاش تدوا فرصه للناس يعملوا بلاوي زي اللي بيلبسوا خمار، فيجي مجرمين يلبسوا خمار ويقتلوا ويروحوا يغتصبوهم بالليل في جامعة عين شمس وجامعة الأزهر، وأمن الدولة يخفي الحقائق. الله ينتقم منهم هم المخابرات.